طيب السؤال، إذا ذهبنا إلى قارات صندوق النقد الدولي البحتة بشكل بحت، يعني لا ننظر إلى خلفيتها، فكرة التقشف، فكرة تعويم العملة، أليست هذه أشياء منقذة بالفعل الاقتصاد؟ هي خلي بال حضرتك، أنا قلت حتة مهمة جدا في البداية، أن الصندوق دائما وأبدا أن الدول المفلسة الدول لو لم تكن تحكمها ديكتاتوريات لم تكن لتفلس أو توشك على الإفلاس أو حتى تمر بأزمات اقتصادية عميقة تذهب بها إلى صندوق النقد الدولي. يعني هو داخل صندوق يعني مبدئيا عارف أنه يتعامل مع دولة فاسدة، مع دولة فاسدة، دولة ديكتاتورية فاسدة، لا أحد يعرف الأموال من أين أتت ولا أين ذهبت ولا كيف أنفقت ولا غير ذلك. فبالتالي هو يعرف أن هذه الدولة من البداية لن تنفق هذا المال بالصورة الصحيحة ولن تذهب به إلى الطريق الإنتاجي الذي يوفر عليها على الأقل. يعني أنت عارف حضرتك في العلوم الاقتصادية يقولون دائما في نظرية القروض، هل القروض الخارجية خطأ أم صح؟ يعني دائما هذا السؤال يتردد حتى ما بين الطلاب في الجامعات، هل القروض الخارجية نلجأ إلى الاقتراض الخارجي أم لا؟ الإجابة بسيطة جدا، أن الاقتراض الخارجي هو تمويل أجنبي لمشروعات إن ذهبت إلى الطريق الصحيح وهو الطريق الإنتاجي. أما الطريق أو أخذ هذه الأموال، اقتراض هذه الأموال وإنفاقها على رأس المال الجاري أو على المصروفات الجارية وهي أجور الموظفين وغير ذلك من الأمور، خلاص.